الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد درسنا أنا وكي كنت يستقالات كم إذا كتابك روضة الأنوار في سيرة النبي المختار وإسكالها صفي الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه وحين سوغارني هل كم ألف ويري حج أبي بكر الصديق حج أبي بكر حج كيسي ودتك حج سيي أبي بكر كي أصديقي رنت بدنا رمين تنا بدنا كان العرب عرب وحي أهاين يزعمون كوي كو أن دعوضو شيكته أنهم أيقوا على دين إبراهيم دين تي نبي إبراهيم إني كدو السقيهين عربتي جاهلي قهيد وقتي النبي نمي مدن الكوه الرئيسي وحي شيغان شيرين إني دين تي نبي إبراهيم هايستان كو ومن الشعائر شعائر تي إني كدو السقيهين التي تاسو كانوا يهيين متمسكين أما واحد ترى هذا ومن الشعائر شعائرتي وحا كمدة هي علامته التي تاسو كانوا يهيين متمسكين كو كدغن بها أيضا من هذا الدين الدين كأسقى حق حلوكا هذا حج بيت الله الحرام إلهي قرقي سحر مضاليه إني حجك أو أذان وسوى حجيان بقاياتك يوحياليه هراغا هايو الدين تي نبي إبراهيم إكغرد قنايين إكمي دهيد إني سوى حجيان وشعائر تحجك أي موشيان لكن محيكو موشين شرين فكانوا وحيا هايين يقيمون كوا إستاقه أمتو سيئة الحج حجك كل عام سرد كسوي حجين شرين ويهتمون ويدنين شرين به حجك أيما اهتمام اهتمام يدنين ضميسترا وكانوا وحيا هايين قد أدخلوا كوا قليي فيه حجك نحديسه عددا ترو ومن البدع بدعه يو التغييرات وحبدلت لأن ودتك دد دين لما يسانهين نبي الله إبراهيم يا يجنا وقت دير بأود حيي ضد مسلمين أنا ما يسنا هاي النبي محمد أولي النبي لقى مادي جين حي سمين شرين مركة وحيا الله بدن ويا يجنا الله قمنا ضي وبدعه عن دين شغل كله بحاجة كدرة فلما قرتي فتحه وفرتي رسول الله رسول كي الله صلى الله عليه وسلم مكة مقالة مكة سنة ثمان سنة كي سديداد وأمر ومدح وقرد عليها مكة شهادة عتاب ابن أسيد عتاب ابن أسيد عتاب كينا أسيدها قام ويستاغي عتاب عتاب بالحج حج كيب أقوم يوضد كيب يرسو حجي فحج وي حجيين معه عتاب لتشيرنكي المسلمون مسلمين تيو والمشركون قالوا دي لبضبا لبضا قلبا ويلا حجيين لأنه قليه قالوا هانا مكي ولي تشوغان وقيبا نركم دي مكي تشوغان كما سيدي كانوا يهيئون يحجون كوا وحجية في الجاهلية إسلام ماذا كهر سيدي وحجين شرين بغليهن وحجيين لم يغير موسى بدل مثلا سيدين قرية لم يغير شيئا مركب ميدين قرية مثلا شيئا شيئا ميدين قرية أوكي وصحوي مر شيئا هديلي رهذا قروح بدل لم يغير أنا شيئا بأي قرن لم يغير موسى بدل وعتابه منه أعماش حق حجك حق هذا حلو كذا شيء وحبك موسى بدل سيدي يقوليه قال هذا وحشين شرين أمبلو وذا حشيء وحكب بدل مرك لما أرك سيدي ساق روح بدل طيب فلما قرتي كان وهذا العام السنة كي المقبل إيسوس عدي دمعا وحيالا شركي وإسمين شرين بشري عربته شركي وكموس الراعي سحابي مسلمين تي لكن وحياله كلو للسمين يي ولي وحويان بقايات وحبا باقي أها فلما قرتي كان وهذا العام سنة كي المقبل إيه سنة كاكوحي سنة كان وكي سغالات طيب فلما قرتي كان وهذا العام سنة كي المقبل إيه سنة كاكوحي وهو العام التاسع من الهجرة سنة كي كاكوحي سنة كان وكي سيديداد كان نوى سنة كي سغالات بنقنا يا مركة دنبيتو فلما قرتي كان وهذا العام سنة كي المقبل إيكا كحيقي العام سنة كي التاسع سقالد ويانا من الهجرة هجرة كتر سنة أرسل وودر رسول الله رسول كي الله صلى الله عليه وسلم
أبا بكر أبو بكر أيو دري الصديق الصديق أبو بكر الصديق يعني أنا سنة كي مكلا فرتي سنة كي سديدات بيهايد نبي قونا عتاب وقتقي مركا سأل حجينا يي مركا مركي إلا حجي ومركا مركا ميشا نكو شيغيو وحي إنتا كدن بي سنة كي سقالات ويان وحا أبو بكر ليرادو سنة كان حجك هو قامي أرسل ودري رسول الله رسول كي الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أيو دري الصديق رلوغها خرنتنا بدنا أميرا حالو كي هي مدح على الحج حجك ليقيم سوء توسيو بالناس دتك المناسك أعماش حجك فخرج وبحي أبو بكر في أواخر ذي القعدة بش ذي القعدة ضبيا قديدي سنة تسع سنة كيسة غالاض من الهجرة كترسا في ثلاثمائة صدح بغل لحظة أصغى كسغا ومن أهل المدينة ريم مدينة ومعه لشيران كينا وحاءها عشرون لباتن بدنة إيجيل وللرسول الله رسول كالله أسغنا ذي صلى الله عليه وسلم يو خمس شنف جيله لنفسه أبو بكر نفتي سأسغنا تي ومحال غفر يا وجيلي هديك هايو حجك الوجوج ورعي ومساكين تلسينيين والنبي قوم يقول الله سعد مايا أضاف مقان ومجال هذا الإسكت شجون سنة كان سوبا حجين وتسيد لي بن كرتايو وضرن كرتا حولها إن تلقى هذا حجك مساكين تشوكتها الغصة دقيستو سيدا أوجد النبي قل بعد تنف وجيل السيد لي بمساكين تحصل الله سيو أسوونا وكهري مركز هرتوا جورا وكهرتيد حاجين نقول ميسيد سيدي حاجي نمد ودق ميسا موقفك معتمر كايه قف عادي وحلاله ريركي سيس اركيانو تيميه سكرن هايو عادي ودقميات طيب ثم نزلت وحا سودكتي اوائل سوره براءه سوره براءه بلوغيده مخي لسودكتي بنبذ العهد بلنكي توريديسا لجميع المشركين مشركين تو دن بلنكودي ليرهدو وا كبخنا الذين كواسوا لم يوفوا أن أوفين بعهودهم بلمضوض مشركين تي أن بلمين مسلمين تي كل شيء أنا كسر بحني بواح اللي يري سنة كارلغا بلابو ما دابت بلن كي فلين ويدين أنا قن بلن كي واقب بحني أقعد أقال كي هذا هذا وامد الله بعده وأن يمهل إنه أكاديو هؤلاء كوان بلن كي أوفين ويجي يومان ذاتك لا عهد وح بلن لير هذا له أصغى إسان أسغنان أربعة أشهر أفر بلوت قل ياها أشياء ما دابي بلن كيفرين ويانين أن نغن بلن كيكبحني لكن أفر بلوت سيه أفر بلوت سيه أيها يعدي أن وح بلن ونقلات دحين وقلية طبع أفر بلوت سيه يسيحون حالا يسعون يان خلالها دحدة هذا أفر طبع بلوت في الأرض الأولك كيفما سي الله لسيدي يشاؤون إدوانا كيفما يشاؤون سيك سي دونا حتى يعلموا إلا أغادان أما سيء أغادان أنه ما يو غير معجز الله إلهك وكف كان يعجز قلنا يا إني سنهين وأن الله ألنا مخزي الكافرين كو قالوبي مد لين يا إني يا إني أغادان وأمر وحو فري ونبيك أبو بكر بوحو فري بإتمام العهود بلمها لما يستركوا ده إلى مدتها وقت جدي إنت لقى قاريو للمشركين قال دين الله ما يستروا الذين كواصوا لم ينقضوا عن برين هاب اللمدي ولم يظاهروا عن أسوا كالمين على المسلمين المسلمين تدشوا ده أحدا قفنا فأرسلوا دري بها فرينتان وصورة طوبة أول كيد وحنبار سيهي النبي نبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب علي إن أبي طالبها ليبلغ علي سوء غارسيو ها سورة دانية وحي حنبار سنته بلوغيدا أنا صددك يوم الحج حجك مالينكي سحجك الأكبر إوينا وقال النبي وحي لا يبلغ غارسين مايو عني أنيغا حقا يغا مانتي تفرينتان إلا رجلونين أو مني أنيغا ترسان ماهاني وانا إنكي سوما رأينو يري بوسكي وحد إيشوكتان نبي الله هارون ونبي موسى وچوغي فاللحق ووها ليلي علي علي ان ابي طالبها ابا بكر ابا بكر ايوها ليلي بضنجان مش لو يقانو بضجنان ضجنان مش لو يقانو او بالعرج او مش عرج لو يقانو واسم مكان ميل مقعدوي فقال وحو كير له اسغا ابو بكر ابو بكر امير هجاميه قودميه تهي او مامور مش هجاميه لغويه
معني هيدو وحا ويهي نبيغا ايغا سوى كادبا ديراي ما ينتحيل كي الايغا قاضي باد ادو عيدان كا واحد انو قنيسا من دولة قود دادكا حاجكا حاجين ايه ميسا ما ايه مأمور باتوه نين لو تالين ايو ايغا دنباين اياتا قال علي وحوير مأمور نين لو اميري يهيبان هو لو تالين ايو فكان علي وحوها يصلي متو كده وراء ابي بكر ابي بكر قداشيسا واقام ووتوسي ابو بكر ابو بكر للناس دادكا حجهم حاجكو دي بوتوسي اولا ميسرا فلما قورتي كان وهذا يوم النحر قور عمال كيسي قام علي علي ايا استاغي عند الجمرة جمرة اكتيدة لغحتورتك فقرأ وحو كو اخريي على الناس دادك دوشودة اوائل سورة براءة سورة براءة بلوغيدة وفيها وحانا كمدها اوائشاس ما وحي سبق صوهر مري او من نبذ العهود بلماها توري دودة يوال إمهالي والسوغيدة قوليه بلنكا قال آن لهين يكوي بلنكا كباحي لبادة باللوسوغ أفر بلود يوال إتمامي لما يستير كوي بلنكا إلالين أيي وقت يلغو بلما يلو جارسيو وبعث ووديري أبو بكر أبو بكر رجالا رقاسو ينادون رواقيا ألا لا يحجو مسو حجين دونو بعد هذا كان قداشي سأل عامي أي سندكا مشركون قف إلهي عبادتي سعيد أقدر أيه ولا يطوف موريقي دونه بالبيت كعبدة عريان روح قاوان ووحي سميتشرين مركا أي طوافيان لركي هراء إلهي كعاسيين بإسكب حينشرين لرع صبح ضيها لان أما عارية يدين الغصيان ويكوح جينشرين هدي وايان نأيقو قاقاوان بيرقنا مالكي طوافي شرين هبلوهنا هبين كيبي طوافي وحوين طوافي شرين إله وين كم إذا أترى اليوم يبدو بعضه أو كله ما أنت يحب أنت إذا ترى إنك بنان كوضعت هلا أما قار كم إذا وحي مغدي بنان كي ماذا ما داوي مريه لا أنشر تون مريه إله كعاسية أن كح جواي نن أموش المايو وأنا وحي يو إلي ما دين أو شيء كوضعه نرك أجي أدو تات كح جين كرتا مرك دقن أيق عصبة كان بهاي الوفود والدعاة والعمال وصدح عوان صدح قبض كوبا وفدي هي دعاء العلماء هي عمال وضدك سكوين كي سواء رورين يي الوفود ضدك إرجوين كها هي والدعاة ضدك باقياشها هاي وضدك دين تو باقي هي والعمال ضدك سكوين كي سواء رورين يو شقارها أها كان العرب عرب وحيا هاين ينتظرون كوي إيش كوها يو سجية نتيجة الصراع لولن كوح كدرشة القائم إكدح تاجن بين قريش وقريش والنبي النبي الحديث صلى الله عليه وسلم وكانوا وحيا هايين يعتقدون كوا آمنسا أن الباطل باطل كوا عرب كوا آمنسا لا يمكن إن أسور تقلين أن يسيطر إن لوريقو على المسجد مساجد كي الحرام يحرمد لها بالقوة أودية والفتح فرشو ولم تكن مين أهين قصة أصحاب الفيل أصحاب الفيل قصة دوضو عنهم عرب حق هذا ببعيدة متكفق ووحل قوضا وحيا هيد قصة عانه عيالك حتى يكور قبان قوليه حرم ككسو دولي قردر هذا إلهي إنو شمبرانا حاوة قصة لذي أوه أي سيدا قد برقوين وحيا مثلا يمرك بيت كان إلهي بارو إلى شان يوم محمد هدو قردر روضو إلهي وقعن قلين مايو حتى يكوان قردر كوها يستانا قعن تودا لغبحين فلما قورتي أكرم أكما موصي الله ألا رسوله رسول كيسة في إدخاله رسول كجلين تيسة إلى في المسجد مساجد كنحدي سوسوق لي الحرام يحرم ذلها يو بتسليده كسليد ديسية كأتكانتيس على كفار مكة مكة قال ذي وكأت كذي مركا حرم كنا ووسي تريوج عنتو كل جاي قال ذي شوكتين وكأت كذي لم يبقى مهارين عندهم عرب أكتوضة أدنى شك شك وحوير في كونه أسجى أهنشي رسولا كل صواد ليا حقا نبأ ويهي وحشك يا مركا مالي فبدأت وحي بلوضي القبائل قيسسكي العربية توي عربيد تتوافد إني إرقو وإيمان إليه رسولك حقيسة تترى سيئس دبتشوك تؤمن حالاء الرومين إيسو برسالته فرينتي أو تقر أيسو إيسو بطاعته أطاع ديس ييلتنك وأخذ وحي بلابين أن صدتك يدخلون إلى سوق ليان في دين الله إله دين تيسة أفواجا كوحا كوحو وخلال فترة وقت نحديث قصيرة أير أي اتسعت بلارتي
رقعة الدولة دولة دي صلقة الإسلامية تي إسلامه دولة دي إسلام من ساحل البحر بدأ حيبت هذا لقب بلابو أس إن الأحمر إعاس إلى ساحل الخليج خليج ك حيبت سلقة على العربية العربية عربية ومن مناطق جنوب الأردن أردن كوفرت هذا مقالوين كذا لقب بلابو إلى مشارف الشام إلى الشام دولة كذا إلى سواحل اليمن إلى اليمن وحوين حيبت هذا يو عمان عمان أم عمان وأخذ وحي وحو بلابي النبي النبي صلى الله عليه وسلم ينظم إنه أهجتنا يا أمور هذه تن أرمه هذا البلاد مقالوين كأشاسعة دروكسا دد بو أدريا ما ملك ذو أهجتنا وحي أولي من يبور وحي أولي من بور ما يستيرن فيرسلوا أدريا الدعاة علماء وينصبوا أتاقيا الولاة مدح ويبعثوا أدريي جبات الصدقات صدقين كقوة كسواروريا ويوفر ولما يسري ما وحى يحتاج ويباهي إليه حقي نظام العباد أضوم ذا مامل كودا يول بلاد الملكة ومن القضاة دد وح مامله حكماء قضاة يول عمال كوح ولا صواروريا وسنمر ونمرضونا بشيء وح ومن ذلك أرنك كم ذا يوفدياش أسي أرمه ذا حسب المقام بوس كسيدو وياي قريبا ميلو إن شاء الله الله دو دونه والوفود التي توافدت إلى رسول الله يزيد عددها على 70 وفدا والوفود وفديالك التي تاسو توافدت أتمت إلى رسول الله رسولك يا لحقي صلى الله عليه وسلم يزيد وحو كبدا يهي عددها ترسيقيدو على 70 تضباطا وفدا اي وفدي حسب ما شيء يدو لو فيرين أيو ذكره إشيغين عامة أهل السيار تاريخ ذا إيسير كقوة كورما بضان كودة وقد حاول وإسكودين بعض أهل العلم أقونيهن كغاركود استقساء هذه تنكس الجاردة الوفود وفودة كل إني تركوبان سواء وحا إسكومدة ثبتت سقناطيا الرواية سوتبينته بها وفوداس لسوتبيي أم لم أو لم تثبت أما ميسا سقناني أما ها سقناتا أما ييس سقنانا وحي إلا يروف ديبان نبيه أييميد إني أروريان أيي رقا غارس قدايين فأبلغ وحي غارسيين ها وفديالكي يرغوينكي قريبا وحكدو من 100 وفد بقول وفدي وكانت وحي أهيد الوفادة إرقده إليه النبي إيمانيسي صلى الله عليه وسلم قد بدأت مد بلابطي قبل الفتح فرشد كهر وقد توافد ويؤسو وفدين إليه حقيسة البعض ددك غاركود في أوائل سنوات الهجرة هجرة سنوات كيوهر ريو بلوغها نحو ضبا بل قد جاء وحا أييمد هو النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوفود إرقد غاركود قبل الهجرة هجرة كهر بيئي مادين إلا أن الوفادة إرقادة العامة إرقودة هانيد إيو في صورة قاب متوالية حرير ومستمرة شوكتا إنما وقعت وحي بعضي بعد الفتح فراشدة كقدال في سنة تاسعة سنة كي سقالات أي بلابطو سنة كي سديداد وفراشدة كدام إلا أن فراشدة سديداد بيهاي وقد امتدت ويسي سعوتي إلى سنة العاشرة إلى سنة كي طبناد بل وإلى ما بعدها يوحي كسي دنبي أيضا نقضي ولذلك سيدا أوغيد باسمية لغمك عابي السنة التاسعة سنة كيسا قالاد بسنة الوفود إرقادة سنة كيدي ومعظم هذه تن أيضا أبدا كيدا الوفود وفديالك كان وحي أهايين أعضاؤها حبنها وفديالك إرقاد حبنها إكا كوبيهين سادات القبائل قبائشة وحويان أضيال دقميت كوديب أهايين يو الرؤساءها مدح ديدي والرؤساءها مدح ديدي والرجال رق يو الرجال رق ومن أهل الحل والعقد دتك تلاذوا أيكوجولة ومنها قوائل كامدة وربما توافد إن أسو وفديان بأسو وفديان بعد الرجل نكو وحده كل حالوية نك كل جسم الغيا بسعودة إنه يمادو أو توافد أما وفد ويمادو والحال معه لترين كأيهين راحت كوح صغير أيه مركو واحد لغيا لكن كلي مركو إيمان يسان أركي دانو قيس كيسولو وكومة تلية أما الغرض أجيدوينك المطلوب لغرها دين من الوفادة إرقدة
dad ka nabiga uu iimaanayo irgaahan uu iimaanayo u jeedooyinka ay kala lahaayeen waa kala duwanaayeen ah maan rag waa mudacay afkood in basibu ku socdaa marka fakaara wuxuu ahaayeen yaxtalifu kuwa iskala kala bedelan min wafdin irga laga bilaabo ila wafdin tu kale faminhum waxa ka mid ah say u kala bedelayeen waa kuwana man ruux ama qabiil jaa yimid yuriidu xaaluhu doonayo radda sabaaya maxaabiistii celintooda iyo walmaakhudiina wixii laga qaatay wixii nala ka qaatay oo dhaqaale ah iyo wixii waxa weeyaan xoo dadood naga haysay noo celiya kuwa saasay u yimaadeen kamaa taqadama sidii ku soo hormartay fii wafdi hawaazina hawaazin wafdigeeda iyo wafdi tamiimin ree tamiim wafdigooda wa minhum waxaa ka mida man dul jaa yimid yuriidu xaalo u doonayo al amaana nabadgelyo linafsihi naftiisa faqad oo keli ah aw linafsihi naftiisa iyo wa qowmihi tolki kelayhimaa labadaba wa minhum waxaa ka mida man dul jaa yimid yufaakhiru xaaluu faantabayo oo wayubaahii uu is-ammaanayo aw yunaadiru ama uu doodayo wayujaadilu uu murmayo wa minhum waxaa ka mida man dul jaa yimid yadlubu xaalo uu codsanayo radda aljeyshi ciidanka kacelintiisa al-islaamiya ee islaamka ciidanka islaamka in laga celiyo kay laa yahjuma ciidanku suusan u weerarin calaa qowmihi tolki nabi maxamedow ciidankaagii ceesho anugu ku rumayn maayay odhanayaan laakiin meeshaasaan degannahay waa ku dhaqannahay idinla dagaali mayno hana soo weerarin ciidankaagaga cesho kuwana saasay u yimaadeen wa minhum waxaa ka mida man dul jaa yimid yuqiru xaaluu ogolaanayo bitaacati yeelidiyo waljizyati iyo xoolo bixin waa yuhuuddii iyo kristaanka qaybo ka mido wixii jizyana waa bixinaynaa maamulkiinana waanu ku hoos noolaanaynaa ammaankaa nala ku dadaalo ammaanka iyagana ha la sugo wa minhum waxaa ka mida man dul jaa yimid yubdi xaaluu muujinayo raqbatahu xiisihiisa iyo jacaylkii fil islaam islaamku uu jecel yahay wa yubdii uu muujinayo rajaa'a daalika arrinkaana inuu ka filanayo min qowmihi tolki wa minhum waxaa ka mid ah man dul jaa'a yimid musliman xaalo uu yahay mid isdhiibay ilaahay isu dhiibay daa'ican ee weliba adeecaya mumathilan weliba isagoo matalaya liqowmihi tolkina anigu islaam baa ree tolkina anaa ku matalaya islaamnimada yarqabu xaaluu jecel yahay fii macrifati tacaaliimi alislaam islaamka waxbariddiisa iyo tacaaliimtiisa barashadeeda iyo axkaami axkaamta anigu islaam baan ahaye waxaan u imid oday dhaqameedna waan ahaa reerkaygana waan matalaaya axkaamtii islaamka iyo waxyaalaha daruuriyaadka aheena lakaga baahan yahay inaad nebi maxamedow noo sharaxdid baan kugu imid oo wafdinimadayda iyo ergadayda saasay ku socotaa wa kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama yuqaabilu mid la qaabila oo kala hortaga haadihi tan alwufuuda ee ergada ah bimaa shay buu kala hortegi jiray jabaala uu ku abuuray hu asaga allahu alle calayhi dushi oo waa maxay oo min albashaashati furfurnaan ah wa karami alakhlaaqi akhlaaq wanaageed ah qolyahaa kala duwan nin baa wuxuu imaanayaa dhan inuu isfaaniyo annaga reebel baana la yidhahdaa sidaasaanu nahay saasaan wax u bixinna intaas uu imaanayaaba markaasaa nebigu waa inagii soo marray ilah warbal u jawaaba qaar baa waxay u imaanayaan dadkaaga naga cesho qaar baa waxay yidhahin islaamnimada ma rabni ama qolaba wax kulligood nebigu marka wuxuu la qaabilayaa furfurnaan fayujiizu wuu ku abaalmarin jiray hum ayaga bimaa shay yurdiihim ayaga raalli geliya xoogaa lacag u siinayaa xooluu siinayaa waa dhaqaalaynayaa wa yuraqibu wuu jeclaysiin jiray hum ayaga fil islaam islaamka oo dadka gaalada ah inaad waxaaga siisid saad islaamnimada ugu soo jiidid oo islaamnimada u jeclaysiisid arrin weyn oo wanaagsan weeyaan hal qof ilaahay sababkaaga inuu diinta ku soo geliyo baad waxaad adduunyahay sidoo dhan kaaga fiican marka hama ha kuu shaqeeyo ama guriga ha kuu joogto ama meelo kale isku barta inaad islaamka wanaaggiisa iyo gobonimadiisa iyo qaabka waxbixinta inoo baray ula dhaqantid isku day dhaqan wanaagsan ay kaa arkaa aynaga itixaanba wuxuuna haystaaba meel kastoo aan degno magaaladaas hadda meeshaa soomaalidu ay ka degan yihiin jidka waa la mari laayay qaabkaan samaynayno laamigii baabuurta loogu talagalay inay maraan baa dhex fadhinaaba masaajidka hadda sa haddii looga baxo meel aad marti heli maysi dadkii kale meelahoodiina waxaa laga yaabaa wax badan inay nidaam iyo system u leeyihiin oo kala dambeyn ay ka jirto jidkii waad aragteen dhiiqada iyo nadaafad darrada iyo waxa ka jira dad badan marka waxay u qaadanayaan waxaan islaamka wuxuu qabaa waxa weeye wasakhdu inay caadi iska taho agtooda marka waxaa laynoo haystaa diintanu inay waxa qabto inaan dadka waxaa moodsiino laynagama rabina waxaa la rabay inay dadku inaga arkaan nadaafadda iyo islaamnimada iyo inay isleeyihiin waana sax oo yidhaahdaan aleelaha meeshay degan yihiin qolyahaas waa nadiif dhiiqaday la dagaalamaan qashinkay la dagaalamaan wasakhday la dagaalamaan muryaanimaday la dagaalamaan midnimaday ka shaqeeyaan waxaan maxay ku keeneen waa in la yidhaha diinteenadaa qabta marka
وردين تانو دين هلي كرام ما هنا أنصاق الله مركز دكتور ساسي أفضل له لكن هذا إنا قابدت كدين تكون درينا نظافة درادة قاب درادة سيستم درادة فوضى المشي كتيرته إنا قابدت كدين تكون درينا رسولكم مركو حلو سيني صلى الله عليه وسلم ويعلم وحي بريهم أيق الإيمان إيمانك إيا والشرائع أعماش ظاهركهم مغتو ووين ليعلموا أيقنا سيء بران من ذاتك وراءهم أيق كدن بيه وكانت وحيا هاي هذه تن الوفود إرقده أعظم وصلة حريرتي أقوين لإظهار الدين الدين كموشنتيسة بين الأعراب الرميقة في البوادي وحويان باديها كل حدقان قليها أيقا وحي أقوين الدين تقارسيي dadka ergadaha nabiga uu iimaaniyo ahaayeen sallallahu alayhi wasallam leena odayaashan iimaaniyo odayaasha dhaqanka nin walba qabiilkiisa miiga degan asaga oday dhaqameed ah wuxuu yiraahday ku gowracnaayeen faqad kaanat waxay ahayd nataayiju hadhihi tan wixii ka dhashay alwifadati ee ergooyinka maca tanawuciha ayadoo kala bedelnayd iyo waqtilaafi aqraadiha ujeedooyinkeedoo kala duwanaa islaam almutawafidina كوي سو وفدية إرجدها إسلام نمضوا ضينا إسلامين ثم إسلام قومهم تلقاضنا إنا إسلامين عاجلا سدك دجا أو بعد فترة أما وقت كجدا القصيرة أير ولم يشد كمشى ذوبين وكما فيجن عن ذلك أرهن كاس إلا البعض وحير ما هنا فقد أكله تدير بديدة إسلام نمضي وفدية هالنبي قوي يمد مثل بني حنيفة وذلك أرهن كاسونا مثل بني حنيفة ري بني حنيفة كروي يو مسلمة الكذاب مسلمي بين بدنها وفيما يلي وحا صوص عضة نذكر وحا شيغينا بعد الوفود وفديالك غاركود المهمة مهم كاهي وحان تلمام الدونا بيري وفديال مهم أها ونبقى ويميد كو وحا كامي ذا وفد عبد القيس قليها عبد القيس لو يقانو وفدي قودي كانوا وحيا هايين من سكان شرق الجزيرة جزيرة بريغيضة جزيرة العربية بريغيضة أيي دقنايين العربية عربيت جزيرة عربيت بريغيضة دقنان شري ومن أول من دتكي وغور ريويان وأسلام إسلامي خارج المدينة مدينة دولات كيضة دتكي مدينة قديه دقنايو إسلامي ماذا كوقاتي مركا لغاتكو بنان كمدينة دتكي كإيماني وتوحيد كقبسني ري وفد عبد القيس يغور ري قليهان فإن أول مسجد مسجد كي أوجه الرئي أو قيمة الوجوء فيه نحديس الجمعة جمعة بعد مسجد الرسول الله رسول كله مسجد كيس كجدال هو أسوى مسجدهم مساجد كودوية بقرية جواثي مركا مقالة جواثي لو يقانو هل كاس أيضا أيه كتال بالبحرين ماشي بحرين لو يقان مركب ماشي هو بحرين مقاله كتالو جواثي لو يقانين كديسين وقد توافد ويسو وفدين بنو عبد القيس ربن عبد القيس مرتين لا بشر بنبي وفديهان ويمادين مرة في السنة الخامسة سنة كيشنا دحدي سو من الهجرة هجرة كم ذي ومرة في سنة الوفود سنة كي ارجد اي يمادين والوافدون كوي سو وفدي في المرة الأولى مركي هري كانوا وحيا هايين 13 صدح يطبان أو 14 أفر يطبان رجولان يعني فلما صل وصلوا مركيسو قارين المدينة مقالة دي مدينة ورأوا أي أركين النبي صلى الله عليه وسلم رموا ويسكسوا طورين بأنفسهم نفطوا دي وحي كسوا طورين عن الركائب قاديد كأي سارنايين بباب المسجد مساجد كالباب كيسين يسكسوا طورين شعيل النبي وقبان وتبادروا ويسو دقدقين إليه نبيغ حقيسة يسلمون حالي سلاميان عليه نبيغ دوشيس وكان فيهم ذاتك الرحلة دوحة كتشري عبد الله بن عوف الأشج ودقره اللو يقانو أشج ودقره وكان وحوها أصغرهم كانوا وير سنن حق داد مركي رقاني قاديد كي اسكسو طورين والنبيغ الله سلامي فتخلف أصغو ووهري عند الركائب قاديد كأكتيسة حتى أناخ إلا أفريسي ها قاديد كي وجمع أكلمي المطاع ألابتي ريريدي يقبطل كي يكرباش كي وحي حولها سارنا يساهي أسارنا انتو كده تشيبو ملكو أروري وأخرج وصو ساري ثوبين لبمرو أبيضين أو عدعد فلبس وحي دي هما لبضو دي
ثم جاء ويمد هونا ترتيب أصغر أصعدة حتى سلم إلا أصلامي على رسول الله رسولك ألا دوشي صلى الله عليه وسلم فقال وحو كير له ننكاس رسول الله رسولك ألا إن فيك دحضا ضوحا كسوغا خسلتين لبا أرين ويحب أجعليها يهما لبضوضا الله ألا إيو ورسوله رسولك الحلم ودلغاديو والأنات كفير سشئي أكاتي سؤال بويديو وحير النبي محمد ما وح أنه أن كسب ضيبة مسوى وح إلهي سيدا إذا يوجد بعيو وأبورا مركز النبي يقول إلهي بسيدا ذك وأبو ريبة ووح كود بعيسان وكود طلالا مركز يقول إلهي بن وح نقوم هذا علينا إياه لما وح يالوده وتعلي هي إنه الضبيعة عد إقدر جاي إلهي بن نقوم هذا علينا إياه بينكاس وكان النبي نبي وحها صلى الله عليه وسلم قد قال مديري قبل وصولهم سوغاريدودا كهر الى المدينه مدينه يسو غارين انتي مدينه سو غارين كهر بو وحو يري سياط لوو وها ايدين كو سو بخي دونا عليكم دوشينا ركب صوتو هم ايغو خير اهل المشرق خيبرغا كو او خير كبدن لانه وين نغي شيغنادو شرق الجزيره العربيه دغناي برغا جزيره العربيه دغناي لم يكرهو ميسن دبسن على الاسلام اسلامك قد أنضوا الركائب قد أنضوا ويريين الركائب جديدك وأفنوا ويدميين أزداد صهيدي معناه واحد الغوضة جديدك ودين ويراضي سي سفر يسعود الوسو ترين صهيدنا وكدمات اللهم اغفر الله وداف لعبد الغيس قيس كاس الله ودمي داف فلما جاءوه مركي النبي قوي مادين قال وحو يري مرحبا سو دوين أيا بكم إذن كيدين سوناتي حين بريسا مركز ذاتك إرجدا يوفد ذا ذاتك مذاح له كوي ما نيا ولا الوسو دوي مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم بكم ولبا وحير غير خزايا كود ليس غير كود حالاتهن ولا ندامة كوقوم ما نيا غير كود حالاتهن وحقوم ويا شليتان على كل ميسان دلنا إل سار ميسان سود واد وسألوا وي ودين هو نبيه عن أمر أرن فصل أكل فافاسا كاسو يعملون يكون رغمان به أسجا ويخبرون أي أشيغان به أساقا من دولك وراءهم أيها كدام بيه أرهن كاسي وأرهن مهمة دي سألوه دين تاعد براني سيد إيا كتاب تاعد أخرسان أي سيد لبق ضب أساسي وإن أدو براتي كنكوباد وحاويه وحي أد براتي إن أدكو عمل فاشيد يعملون به كان لبادنا وحاويه إن أددك قارسي سيد أوه حتى قريقا قددك تشوغا والله نورشهي إن أد قارسي سو عشر كو آخر سو كتدبيق سيد وحاد كفان تيترا وحان إلى أركا فأمرهم نبي وحو فري بأربع أفر وحيالوت كو شهادة أن لا إله إلا الله معبود حق الوعب ذا إنو نجرين إلا الله ما هاني وأن محمد النبي محمد الرسول الله ألا إرقي سينو يهو صادر صدي وإقامي صلاة صلاة وقيد يدي وإتائي الزكاة زكاة بحنت يدي وصوم رمضان بشر رمضان صون كذا ولم يكن موسى نهين قد فرض من الله واجب يلي الحج حجكو إذاك وقت قاس فلم يأمر موسى فرين نبي صلى الله عليه وسلم به حجك وطلب وحو كعطد منه أيها حقوده أن يعطوا إني سيان من المغنم غنيمة حق هذا الخمس أن يعطوا إني بحيان من المغنم غنيمة حق هذا الخمس وأيها وحي كوير هذين قل يا ريبني بكر لي مضر لو يقانو دبلو ودقال يهانه انكار قبيالة فميشا ان دقن هيا ميشا كووني مدو مدينة دحدو دقن بالي وانا دقالمان كاس النبي وحو يري صلى الله عليه وسلم ادابي مسلمين يهين جهاد نقالا كو جير كولا جير لا غنا يابا مركي جهادان اني غوليستان وغنيمه سو هلان وخي غنيمه هدهشان خمس كبخيه ونهاهم رسولك وحو كريباي عما وحي يسكر سرخاميه وحيالها سرخانك كانوا خمرده اي كميته او من الاشربه عبيتانا وكانوا وحي هي يكثرون كوي بتصد منها ايدا وحيالها لو سرخامه واغ هور وي بتسن جيرين والنهاو كرهوا هم أيضا نقضه عن الأواني ولا شقارقود ولا شيء التي تاسو كانوا ينتبذون كوي كقسطه فيها بحدة إذا خمرضة ولا شيء الجو ولا قشرينا ولا شيء نوع عسنا هاستعمالين بنبيه أما الوفادة إرجدة الثانية إلى بعض فكان فيها بحدة إذا وحى كسونا أربعون أفرت رجلا إن فيهم بحدة إذا وحى كسونا الجاروت بن العلاء العبدي وإسرائيلي لأن البشر بالنبي قوسوا وفديين كان نكا سوحوا نصرانيا كريستان فأسلم هو إسلامي وحسن إسلامه إسلامي مديسنا وي وناكسنات هل كاس مركوا وفدي وكوبادو عبد القيس وفدي قوده وفدي قلبات وفود
ضمام ابن ثعلبة من بني سعد بن بكر وفود ضمام ابن ثعلبة ضمام كينا ثعلباها وفد جيسي من بني سعد بن بكر ري بني سعد بن بكر حالو كتير سنية كان نين كان وحوها رجولا نين جافيا اي قلفسن من قلفسن بوه ومن أهل البادية الرميقة كتير سن ذا غدير غديرتين لبها لبض من الله هايو تمتش العصام بلاي غروح سنة وسيك للدين وسيدين كري وكل شيحين كري قدم وصوق للمدينة المدينة فأناخ وحو فريسي بعيره نيفكي سجالها في المسجد مساجد قديه سلا صوق لنيفك ربا دين ما يسي كم ذا هاي مساجد كإله يو حرمة الله قطة لقلي والنبي وكتو كان هاي وصحابه كتو كان يين انتور نيفكي جالها يوتي مساجد كسوق لي بولي بها دنبح فريسي هذا من نيف جالها سحرية كذي إسكا إلى لنا هي يؤوز هدو دونه قضب كاسي وقضب وعقله وانا قبره ماشا سوكو سهتي سوكو دمره أما تشيلب كها الله أما وحاو ينها قبرته ماشا سوكو حرته والوت شيء ذا مكمل سياج العلماء ولا تشوجا نبي هو تشوجا صحابه دي هو تشوجا والوت شيء ذا إنه نيف لا سوق لي نيف كميش فريسي وحرين جاي هذا الكيسة كذا رفع الكيسة قال وله يري أيكم كينيبا ابن عبد المطلب نك أنا عبد المطلب لها رادينا يكيو يمشي نك رادينا يبطقة والنبي رسول الله يا نبي محمد يا نبي الله يا منا بجرت أنا عبد المطلب نك اللي يراه هل كأوحى كتوسين إن نبي قدت كلا جان جرام ويا وحى كينا يه أستان جوني هو النبي يراه هذات كوايدين كسر على مشتري عادي وهذات كده حفر السنة يا حلقات وده حفر السنة يا نركب الدل هذات كي مقاضنا متواضع والنبي إنه عليه الصلاة والسلام إلى واجد بس حابد يراه النبي محمد وهذات كي ورير باكتا جنو مالي والبوح أرنا ينقف كين النبي محمد هي من بريا وحقوصة من وميلاد فريستة أنقوصة من النبي محمد عليه الصلاة والسلام فدلوا ويتوصيين هو وحويان نكي عليه النبي قدوش عليه الصلاة والسلام فدنا وسر وادي منه نبي وقال وحيره يا محمد محمد لقي سئر جيس إني أروه سائلك مد وحق ويدين أيامه ويدين كليا ما هن فمشدد وانقوة كينا يا أبي عليك دوش هذا في المسألة سؤال سؤالان كويدين أيه وأنا قوة كينا يا أبي حدي سؤال هي وخرارادان فلا تجدها يعرون علي دوش إذا في نفسك نفط هذا أنت هذا كعسنا يا أبي وأريرنا يا مرك هردع بالله إيمانية فقال النبي وحي رسل ويديسو ما وح الله لوحي بداكم مغضى لك هذه قبل النبي النبي عليه الصلاة والسلام قف مدحوينا ما أنت هدي قف شعب أنتو إيه ما دوي له هذا سؤال هذا قبل وطايا وكويدين يا إيه حناقي حبل غيا بإري قال ويدي السجى إيه وح ويان عيد مدي سخاس كاتب هنا كحنا سيم مدحوينا وران كرتا إيه حناقي السجى نوشيرات سيء وران كرتا مركز صح ما النبي وحي رأي سوده فقال وحيري أتانا وح نويمد رسولك نين أدو أنصا درت نويمد به وإرجع فزعم أنك سوح النارشة لنا أنجا أنك أدو تزعم إن تكون أندعوني سيد أن الله ألا أرسلك إنك صادري كورا هوشاس قال النبي وحي صدق رم بوشيا أنك أن صادر صدق إن النبي محمد والنبي رمتي سويان قال وحي السؤال بعد ودي فمن أحد كبا خلق أمي السماء عرك قال النبي وحي الله إلهي با أبو رعيرك قال وحير فمن أحد كيبا خلق أمي الأرض للك قال وحير الله إلهي با أبو ري قال وحير فمن أحد كيبا نصب تاقي هذه تن الجبال أبورها وجعل كي يلي فيها نحن إذا ما واحد جعله يلي قال وحير الله إلهي با أبورها أبو ري قال وحير فبالذي كيبان كوداري خلق أمي السماء عرك أو وخلق أمي الأرض للك أو والنسبة تاجي هذه تن الجبال بورها هي الله الله مي أرسلك كصادر صديبي سواح نحبك ما ترى شيء إلى أي بكو داري قال النبي وحي رسل الله عليه وسلم أن عمها إلى أي بقى صادر صديبي قال وحي يري وزعم وحي كون دعوة الرسول كان إنك نصادر تي أن علينا كرك أن إني هاتي خمس صلوات شن صلاضاد في يومنا مالكنا وليلتنا همين كنا قال النبي وحي صدق رمبو شيخ هل كان محاد كقادم قف والالك هاي أقوييها نهدو مسألة علمية فتوضو الشيخ قالوا يرى شيخ بل بس سيدا يروح أنا صحي طاي إنا ترى هذه وارنتيس سيدا شيخ بل أو شيخ ويا بس نبي محمد بأوحى للي نين كانوا سيدا سنير النبي ونروح للي صدق رمبو شيخ تربية سمرك النبي ونبري عليه الصلاة والسلام قال وحي يري فبالذي معبود كبان كوداري أرسلك كصادر
الله ألم يا أمرك كفر بهذا كان أو صلاة شنطة قال النبي وحر نعمها قال وحو يري ضمام وزعم وحو شيغي رسولك نكا نوصو درتي أن علينا كرك أن إني هاتي زكاة زكو في أموالنا حولهن قال النبي وحر صدق رمب الشيغ قال وحر فبالذي معبود كبان كقدار يا أرسلك كصدر يا الله ألم يا أمرك كفر بهذا سكذن أن يغادد قال النبي وحر نعمها sida uga dad u jeeda musannifku inuu yiri ninkaana uu qalafsanaa saxaabada nabiga waxa ka sugan inay yiraahdeen waxaan jeclaan jirnay nin reebaadiye oo aqli badan oo garaad badan cilmina jecel inuu nabiga u yimaado ayaan jeclaan jiray maalinka ninkaan oo kale u yimaado nabiga ka soo agdhawaan jireen si ay uga faa'iideystaan su'aalaha noocaas oo dhiiran oo nabiga weydiinay laana waxa nabigaan wada bixinaya waa ahkaam sharci ah raggii hore marka muqaddimiin tahay oo abubakar iyo cumar iyo cali iyo cuhmaan iyo cas ragga ayaga ahi inay nebiga xataa wax weydiiyaan su'aalo badan marar badan way xishoon jireen ninkaanoo kale marka jeclayan inuu yimaado oo rasuulka su'aalo weydiiyo ayaguna su'aalaha ay ka faa'iidaystaa marka rasuulku wuxuu yidhi haa qaala wuxuu yidhi wazacama wuxuu sheegay rasuuluka ninkaad noo soo dirtay anna calaynaa korkeenna inay ahaatay sawma shahri ramadaana bisha ramadaan soonkeeda fii sanatina sanadkeenna bishii ramadaan markii soo gashay sanadkii la soomo waxaa dareemaysaa fariinta nebigaas uu qoyska u diray ninkii loo sii dhiibay inuu sidii ahayd diintii u gudbiyey soo ma jeedaan qaala nebigu wuxuu yidhi sadaqa run buu sheega qaala wuxuu yidhi dimaam fabiladii allihi baan kugu dhaariyay arsalaka kusoo diraya allaahu allam yaa amaraka kufaray bihaada soonka bisha ramadaan qaala nebigu wuxuu yidhi nacamha qaala wuxuu yidhi wazacama wuxuu sheegay rasuuluka ninkaad noo soo dirtay anna calaynaa korkeenna inay ahaatay xaj albeyti beytka u xajintiisa man istadaaca qofki kare ilayhi xaggiisa sabiilan wada ahaan qaala nebigu wuxuu yidhi sadaq run buu sheega qaala wuxuu yidhi fabiladii macbuudkii baan kugu dhaariyay arsalaka kusoo diraya allaahu allam yaa amaraka kufaray bihaada kan qaala wuxuu yidhi nebigu nacamha arkaan islaamkiinu dhammaystayse uma jeedaan intaa markuu u dhammaystay uma wallaa waa jeensaday markuu jeensaday faqaala wuxuu yidhi walladii allihi baan ku dhaartay bacathaka adiga ku soo saaray bilxaqi xaalaa tahay mid xaq u dhihahan marka waa muslim soo ma jeedid waa nin muslim ah inuu nebi maxamed xaq yahayna og ku dhaaranaya laa aziidu ka kordhin maayo calayhinna shantaas arkaanu islaamka walaa anqusu kana dhimi mahayo minhuna xaggooda intaasaad ugu ogtahay sunno sunno iyo taraawiix la tukaday iyo waxa weeyaan salaatu duxaa iyo salaatu leyl iyo shantaas salaadood iyo soonka iyo xajka iyo waxa weeyaan sakada intaasaad ugu ogtahay hal xabana ku dari maayo hal xabana ku nusqaamin maayo waana wallaahi waana dhaqaji faqaala nabiyu nebigaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama lain sadaqa hadduu run sheego layadkhulanna wuu gelayaa aljannata jannada waxaa dareemaysaa marka waajibaadka oo keliya qofka hadduu la yimaado uusan sunanka la imaan oo ayaga ku yato laakiin si ilaahay uu raalli ka yahay uu u guto jannada ilahay ba ku gelaya laakiin waxaa laga yaabaa inay waajibaadkaagii nuqsaani kaaga timaado hadday waajibkii nuqsaani kaaga timaado sunnooyin aadan lahayn hadda maxaa wax kuu soo kabaya wixii wax kuu soo kabi lahaa waa kaa maqan yihiin ismana hubtid waajibaadkii in laga aqbalay sidaa awgeed ha kadsoomino inaad salaadaha shantaas si wanaagsan u tukatid bisha rabadaanna aad soontid xajkana mar aad tagtay sekana aad bixisay ha ku kadsoomin sababtu waxa weeye qabuulkeedu waa arrin qaybi oo kaa maqan salaad casar baynu hadda tukannay waa khalaas ma la aqbalay ma ogin waa qayb ha kadsoomin camal badan iyo cibaado badan inaad samaysidna ayadana ha ku kadsoomin in dunuubta lagaga dhaafiyo in kaleeta ma ogid ma ogid sidaa awgeed baa waxaa muhima inaynu ku dadaalo inaynu sunanka badsanno walamaa goortii rajaca uu ku noqd u noqday ilaa qowmihii tolki musliman xaaluu yahay mid hoggaansamo muslim ah walxaal qad khalaca uu siibay al andaada asnaamtii ay ilaahay la simi jireen awal meeshuu ka tuura oo wa akhbara uu sheegay hum ayaga bimaa wixii amarahum uu faray bihi asagoo wanahaahum uu ka reebay canhu xaggiisa rasuulullahi rasuulka alleh maa amsaa ma galabaysan min qowmihii tolkii xaggii xaluu ka haday rajulu nin walamra'atun iyo qof dumara ilaa musliman inuu yahay mid muslima maahan reerkiisiiyo dhan wuxuu yidhi diinta qaatay kulligoodna waa qaatay ilaa yowmina haada wax allaala waxa reerkiisi ka haray oo muslimiina ninka ajar baa uga socda asaga iyo wax allaala waxa la mid a iyo adduunka inta arlada dusheeda ku sugan oo muslimiinana nebi maxamed ajar baa uga socda calayhi salaatu wasalaam hal qof ilaahay sababkaaga inuu ku soo hanuuniyo soo nebigu ma ammaanin wax allaala waxa daafaha caalamka maanta ku sugan oo muslim ah nebi maxamed sabibkiisii ku soo hanuuniyay
أنت إسلامي ما كل ما تين النبي محمد سبب كيسي كسو إسلامي صلى الله عليه وسلم كهانوني قفول بأجر بكيلي يا مركن النبي عليه الصلاة والسلام بتصمر كذو ونادتك أجر ككيلي يسدو أو خير كسبب ونغني سو مساجد كسو حري يسدو هنون كسبب ونغني سي خير كمركز ساس يكون إسلامي وبنوا واحد استين المساجد مساجد وأذنوا واحد وأدمين بصلاة صلاة فلم يكن موصنهين وفد وافد ميت سو وفدية أفضل ميت كفي عنه كفل لبدن من ضمام ابن ثعلبة ضمام ابن ثعلبة إن كفل لبدن أو وفد وي ماذا موسى إن شاء الله أعلم صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.